كتاب الرياضيات الصف الثالث بداية الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بالفصل الثالث الطرح. أنا أخذ إن شاء الله التهيئة الصفحة 78، حنحل مجموعة من التمارين والمهارات السابقة. حيكون السؤال 7 و8 عن عمليات الطرح، أما السؤال 9 والعاشر إن شاء الله راح يكون دي مسألتين، ثم أقرب كل الأعداد التالية إلى أقرب 10. الصفحة 78 التهيئة للفصل الثالث، أقرب كل من الأعداد التالية إلى أقرب 100. هنقرب إن شاء الله مجموعة من التمارين ثم أقدر ناتج الطرح قبل ما نبدأ إن شاء الله بالدرس الأول. ثم تأكد الصفحة 80 ونحل إن شاء الله مجموعة من التمارين حتى السؤال 6. أتحدث ثم أتدرب وأحل المسائل. الصفحة 81 هننتقل إن شاء الله إلى حل السؤال 8 والتاسع، ثم هننتقل إلى حل بقية التمارين في نفس الصفحة 81. هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين، هنوجد ناتج الطرح، هنستعمل النماذج إذا لزم الأمر. السؤال 16، ثم ننتقل إلى مسألة من واقع الحياة. الصفحة 81 هنحل إن شاء الله التمارين سرعة بعض الحيوانات، مثال مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة 81. ثم هنحل إن شاء الله الدرس الثالث تقدير نواتج الطرح، هيكون عندي تأكد الصفحة 83 أقدر ناتج الطرح بالتقريب إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. هننتقل إن شاء الله إلى حل السؤال رقم 8. أتحدث أشرح زملائي الخطوات التي يقوم بها لتقريب العدد 789. ثم هننتقل إن شاء الله إلى حل أتدرب وحل المسائل الصفحة 84، ونحل إن شاء الله مجموعة من التمارين أقدر ناتج أتدرب وأحل المسائل. الصفحة نفسها 84 أقدر ناتج الطرح بالتقريب إلى أقرب 100. ثم هيكون عندي إن شاء الله سؤال 17 و18 قبل ما نبدأ إن شاء الله بمسائل مهارات التفكير العليا. الصفحة 84 ثم هننتقل إن شاء الله إلى تدرب على الاختبار اختيار الإجابة الصحيحة. الصفحة 85 ثم مراجعة تراكمية بنفس الصفحة، الصفحة 85. هنحل بقية التمارين ثم ننتقل إلى الدرس الثالث مهارة حل المسألة. الصفحة 86 وهنبدأ إن شاء الله بحل المسائل. الصفحة 87 أتدرب على المهارة وهنبدأ بالحل مسألة رقم 3. هيكون دي مسألة رقم 4 أفهم ثم أخطط ثم أحل وبعدها أتحقق. الصفحة 87 مهارات حل المسألة، هنبدأ إن شاء الله بحل جميع المسائل بالخطوات الأربعة. أفهم ثم أخطط ثم أحل وبعدها أتحقق. الخطوة الرابعة والأخيرة أتحقق. المسألة 7 ثم أخطط أحل أتحقق. هيكون عندي المسألة 8 الأخيرة أشرح موقف أحتاج إلى أن أحدد مفعولية الإجابة لحل المسألة، ثم اختبار منتصف الفصل. الصفحة 88 هنبدأ إن شاء الله بحل التمارين. هيكون عندي السؤال 5 لدى سوسن 38 قلم تلوين، ثم اختيار من متعدد للسؤال 6 اختبار منتصف الفصل الثالث. الصفحة 88 أقدر ناتج الطرح بالتقريب إلى أقرب 100. ثم السؤال الأخير سؤال 17 كيف تحقق من معقولية إجابة مسألة ما، هيكون دي استكشف للدرس الرابع. هنحل إن شاء الله تأكد. الصفحة 91 هننتقل إن شاء الله إلى حل التمارين من السؤال الرابع حتى السؤال 12.
استعمل النماذج لأجد ناتج الطرح. الصفحة 90 من اكتشف للدرس الرابع طرح الأعداد المكونة من 3 أرقام ما إعادة التجميع. ثم ننتقل إلى الدرس الرابع طرح الأعداد المكونة من 3 أرقام ما إعادة التجميع. الصفحة 91 هنبدأ إن شاء الله بحل تأكد. الصفحة 92 ثم تدرب وحل المسائل. الصفحة 93 أوجد ناتج الطرح ثم تحقق من إجابتي. مسألة من واقع الحياة بنفس الصفحة 93. ثم هننتقل لحل السؤال 12 اكتب الرقم المناسب في المربع. الصفحة 93 ثم مسائل مهارات التفكير العليا. الصفحة نفسها 93 ثم الصفحة 94 تدريب على الاختبار هيكون إجابة الأولى 32 ثم مراجعة تراكمية في نفس الصفحة 94. هننتقل إن شاء الله إلى حل التمارين قبل ما نبدأ بالدرس الخامس الطرح مع وجود الأصفار. ثم تأكد الصفحة 97 أوجد ناتج الطرح ثم أتحقق من إجابتي. يكون عندي سؤال أخير سؤال السادس أتحدث ثم أتدرب وحل المسائل في نفس الصفحة. الصفحة 97 حنحل إن شاء الله ناتج الطرح ثم راح نتحقق من الإجابة. الصفحة 97 الدرس الخامس الطرح مع وجود الأصفار. وننتقل بعدها إلى مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة 97 ثم الدرس السادس 98 وحيكون عندي تأكد الصفحة 99 هنحل إن شاء الله. ثم ننتقل إلى تدرب وحل المسائل الصفحة 99 ثم مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة 99 ثم تدرب على الاختبار الصفحة 100 وحيكون الجواب الأول جيم 1994. أما جواب السؤال العاشر دال طرح 35 شجرة. مراجعة تراكمية الصفحة 100 أوجد ناتج الطرح ثم تحقق من إجابتي. هيكون عندي يقارن بوضع إشارات أكبر أو أصغر في الدائرة. ثم اختبار الفصل الثالث الطرح هيكون عندي إجابة صح أو خطأ. هننتقل إن شاء الله إلى حل بقية التمارين. الصفحة 101 اختبار الفصل الثالث سؤال خامس اختيار من متعدد ثم أوجد ناتج الطرح ثم تحقق من إجابتي. الصفحة 111 لحل كل من المسألتين الآتية ثم حلهما. ننتقل إلى مسألة 11 ثم اختيار متعدد وحيكون الجواب إن شاء الله 183. السؤال الأخير اختبار الفصل الثالث هننتقل إلى الاختبار التراكمي. الصفحة 102 هنحل إن شاء الله حتى السؤال السابع في نفس الصفحة. الصفحة 102 الاختبار التراكمي للفصل الثالث. السؤال السادس هيكون جوابه جيم 18 زائد 16 زائد 19. النمط راح يكون إن شاء الله جوابه 36. ثم السؤال الثامن إن شاء الله الصفحة 103. ثم السؤال التاسع السؤال العاشر جوابه 58. الإجابة القصيرة أجب عن السؤال الآتي. ثم الإجابة المطولة لاختبار التراكمي الفصل الثالث الصفحة 103. ثم السؤال الأخير في نفس الصفحة 103 الفصل الثالث الطرح ثالث ابتدائي.